مرحبا، معكم نسار لبنيز كيتشن. اليوم رح اعمل برازي. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. محتاجة دعمكم كتير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. البرازي من الحلويات الشامية المشهورة المفضلة عندي وعند كتير ناس. صراحة فيديوهات اليوتيوب مليانة، بس لازم نعرف المصدر الموثوق اللي رح ناخد منه الوصف. وفي عنا أكلات وحلويات ما بنقدر نعملها إلا على الأصول. تعرفت على شيف دلال الحناوي وهيدي وصفتها، رح حطلكم اللينك قناتها تحت بصندوق الوصف. رح احتاج 500 جرام من الطحين، 250 جرام من السمنة البقرية، ولازم تكون طيبة لأنه رح تعكس النكهة بالبرازي. ربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة محلب، فستق مكسر مجروش، 200 جرام سكر عادي، 100 جرام مي باردة، 18 جرام قطر. تنحضر عجينة البرازي بده يكون عنا مرحلتين. أول مرحلة رح نخلط المواد الجافة مع السمنة وتركتها ترتاح بالبراد ساعتين. وبعد ساعتين طلعتها من البراد وضل عندي المرحلة الثانية. حطيت فوق السكر المي والقطر وخلطتهم وبرجع بحطهم فوق العجينة وبخلطهم كتير منيح، ورجعت حطيتهم بالبراد ساعتين. لخلطة السمسم رح احتاج كوبين سمسم محمص، معلقة سكر. صار وقت فرد العجينة. حضرت خلطة السمسم مع القطر ورشة المي والفستق. صارت العجينة متماسكة وما بتلزق بالايد ابدا. ولا اسهل من هيك، المهم نتبع الخطوات بالتفصيل تناخد نتيجة ممتازة. ورح خلي قسم من العجينة بالبراد كرمال تضل العجينة باردة. أول وجه بحطها على الفستق وبرجع بقلبها وبعمل لها ضغطة بالإصبعين على أساس تطلع رقيقة، لأنه هيدي أصول برازق الشام. ورح صفهم بصينية الخبز. حميت الفرن من فوق وتحت وعلى المروحة. إذا ما بدور عندكم من الميتين ممكن تضووه بس من تحت على حرارة 170 سلسيوس 15 دقيقة، وممكن ياخدوا معنا 18 دقيقة. ريحتها جدا شهية. من تحت ما شاء الله شوفوا كيف اخذ لون حلو ذهبي. مقرمشة وكله على الأصول. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. وانتو شو سركم خبروني بالكومنتس تحت.